أحلى كلمة بالوجود شنو؟ الله. قولها الحين. تطلع من الداخل صح؟ تطلع من قلبك. الله أحلى كلمة، أجمل كلمة، ما يرتاح القلب إلا بها، ما تطمئن النفس إلا بها، ما تنفر الشياطين إلا منها، ليس هناك كلمة أعظم منها. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى حرم على النار من قال